أهلا بكم أخوتي المشاهدين، سنتحدث اليوم عن طريق تحضير المريض في عملية الليزك، كيف يحضر؟ أولا كما تعلمون يجب أن يكون المريض عمره 18 سنة، يجب أن تكون قد تم إيقاف تقدم نقص النظر عند المريض وليس لديه مرض عائق بهذا الموضوع. بعد أن تكتمل هذه الشروط، عندما يأتي المريض للمعاينة ويطلب منا عملية الليزك، أولا يجب أن نعمل له معاينة شاملة من تثبيت النظر، ضغط العين، فحص الشبكية، بعد توسيع حدقة العين نرجع كمان نعمل فحص ثاني لنشوف الفرق قبل التوسيع وبعد التوسيع، لأن هناك بعض المرضى لديهم تقلص في حدقة العين، فقبل التوسيع وبعد التوسيع يكون هناك فارق قوي جدا وكبير. وإذا لم نعمل مسألة التوسيع عن طريق القطرات اللي تتوسع حدقة العين، سنفاجأ بعد العملية بأن هناك موضوع آخر، هو يا أما نقص في تثبيت الدرجة أو يكون الموضوع باتجاه آخر، بدل أن يكون حسر يكون لدينا هناك مد، أو بدل المد يبقى عندنا مقدار من الحسر، أو يوضع عندنا موضوع ثاني عن طريق الاستجماتيزم. بعد تثبيت كل هذه الأمور ننظر إلى المريض، إذا كان في عيونه أو في أجفان عيونه أي التهابات قد تؤثر بعد العملية بالتهابات في العين، يجب أن نداويها بالطريقة المطلوبة، وخاصة بعض المرضى من النساء الذين يأتون ولديهم مقدار معين من المكياج في أجفان العين يجب أن تنظف. وهناك أمور ثانية، العدسات اللاصقة، إذا كان المريض يستعمل عدسات لاصقة في الماضي فهناك لدينا أمران. الأول، إذا كانت العدسات اللاصقة من النوع اللين فيجب أن يترك العدسات اللاصقة قبل أسبوع على الأقل، وإذا كانت العدسات اللاصقة من النوع القاسي يجب أن يترك العدسات اللاصقة قبل 15 يوما، وهذا السبب بسبب لصوق العدسات اللاصقة فوق القرنية تسبب لنا نقص في درجة الحسر وزيادة في درجة المد. بعد أن يترك المريض العدسات اللينة لمدة أسبوع والقاسية لمدة 15 يوما كما ذكرت في بداية الحلقة، يجب إقامة معاينة كاملة أو عمل معاينة كاملة للمريض، تثبيت النظر، توسيع حدقة العين، فحص الشبكية، بعد فحص الشبكية أيضا تثبيت الدرجة عن طريق مقياس الجهاز، وبعدها ننتظر يوم أو يومان لكي ترجع حدقة العين لمستواها الطبيعي، وبعدها نقوم بإدارة عملية الليزك. ولا يمكن إدارة عملية الليزك إذا كانت حدقة العين موسعة، والسبب في ذلك لأننا لا نحسن تثبيت نقطة المحرق، وإذا لم نثبت نقطة المحرق وعملنا الليزر بها الطريقة فالمريض سيرى الأشكال فيما بعد العملية، مشوهة، ممتطة، طويلة أو قصيرة، أو يكون أكثر من شكل في الموضوع، والسبب في ذلك هو عدم عمل الليزك في نقطة المحرق في القرنية. شكرا لكم أخوتي الكرام، على أمل اللقاء بنا في الحلقة القادمة.